थैंक यू। हसन खैर अच्छा क्या कमान डिपिंसा tulungan mo ko sa inyo. Ipin niya sa kaka sa inyo, sayang. Dapat si kasay na libre. Sab. Thank you.
Tapos na. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا ضيع مجهودك وتحية قوية قوية قوية. يا سلام عليك يا وحش، يا سلام عليك يا وحش. صار عندنا جائزتين، عندنا جائزتين. استاذ عبد العزيز السناني عندنا جائزتين، مركز اول مركز ثاني كلهم فايزين، كلهم يعتبروا مركز اول. ها بسم الله جو 1 2 3 جو. بسم الله، هاي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله 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 ما شاء الله. خليها سيب لي روح، سيب لي اياها. ها ها اوه 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 لا 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 سيب 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 سيب. ها ايوه ايوه ما شاء الله حلو. قرن يلا قوم ثالثة. يا سلام ما شاء الله، قلبنا اثنين، هذه الثالثة، المرحلة الثالثة. ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، قلبنا اثنين وهذه الثالثة. جائزتين عندنا، قد تكون هذه الجائزة الثالثة، ثلاث جوائز. يا سلام ايوه ما شاء الله تبارك الله. بسم الله 3 لا 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 5 يلا جو. بسم الله ايوه استاذ تحية، استاذ تحية حيو حيو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومالك شوف لي احد ينزل لي هذا كل شوية. الناس نزلنا قبل الاخيار. بسم الله ايوه ما في مشكلة يلا ايوه تحية قوية قوية استاهل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المرحلة قبل الأخيرة ما شاء الله روح. ها شوف قول بسم الله إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله أيوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله، صلوا على النبي ما شاء الله تبارك الرحمن. تستاهل تحية حيوه ما شاء الله. يلا الثالثة والمرحلة الأخيرة والجائزة الثالثة من نصيبك إن شاء الله. الكل ربحان والكل فايز معانا اليوم بإذن الله تعالى. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. ها أيوه 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 نو 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 نو
يا سلام يا سلام. عندهم خمسة. استاذ تحية حيو حيو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب ثلاثة جوائز ثلاثة جوائز ثلاثة جوائز. حسن عبد العزيز ثلاثة جوائز. أبو مالك الله أكبر. Kasi ko na magkano dito na بالنسبة للقاح الذي تم الموافقة عليه حينها طلعنا عن جميع البيانات جميع الأثار الجانبية وجدنا الفعالية عالية جدا حتى هذه المرحلة. ثم بعد ذلك تذهب إلى مرحلة أن تعرض على لجنة التسجيل. ولجنة التسجيل لدينا بالهيئة أكثر من 50% من أعضاء من خارج الهيئة من مختصين من أكاديميين من أطباء من صيادلة وغير مختصين في مجالات متعددة. ويرأس اللجنة شخص من خارج الهيئة. وكل هذا العمل لنتأكد حينها من العمل المتصفي لدينا والوصول إلى هيئة مناسب بالنسبة لنا في الهيئة العامة للدواء. سلامة الدواء واللقاح هي أولويتنا وهي الأساس الأولوية بالنسبة لنا. السلامة بعد ذلك تأتي الفعالية العلاجية من هذا الدواء أو كان من اللقاح. لا نبني على معلومات إعلامية أو غيرها بل نطلب من الشركات تفاصيل عميقة جدا علمية ويتم مراجعتها. عندما يتم التسجيل لعمل هذا الدواء فهي حققت الأساسيات الموافقة عليه. تحدث علمي وطب الحياة البشرية هو القضاء والعلم والحيوث والجبال. هذا انتهى من العالم الهيستوري اسمه تاريخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يديكم العافية نرجع نكمل. اليوم ما شاء الله تبارك الله كان حضور رائع وفعاليات حلوة. بعد العصر نكمل وقفنا صلاة المغرب راح نكمل مع بعض ونشوف مين راح يفوز بباقي الجوائز اللي عندنا. كل الشكر كل التقدير إلى وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة والإدارة العامة للهيئات الشبابية. الله يديم العافية جميعا. طيب شباب عندنا مشهد تمثيلي. أبو فارس هيا الله يسعدك عشان الوقت. عندنا مشهد تمثيلي حنشوفه مع الأستاذ حامد الصيادي وبعدين راح نكمل. عندنا كرات التصادم عندنا التصويب ونشوف الجوائز هذه راح تروح من نصيب مين الليلة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا محاضرة مع جيراننا عن حب الجيران والتأدب معاهم وكيف يتعامل الإنسان معاهم. جمع جيراني لأنه دائما الإنسان لما يسكن في حارة يجيب يسوي عزوم ويجمع جيرانه عشان يتعرفون عليه. يلا جيراننا تفضلوا رحيكم تفضلوا بالسهرة حياكم الله اليوم في البرنامج الجميل ده. بس كذا كذا أبغاكم تكون إيش ناس كذا وناس كذا 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 هنا 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 حطوه هنا الشيخ الفرد جاهز. يلا على شكل كذا على شكل ماي. يا هلا وسهلا جيراننا حياكم الله مرحبتين. هنا فين جورج هنا اجلس يا ولد. يلا يا جماعة الخير فين جيراننا؟ أيانا هاتين بوتيهين ريبري أيام سي بوس إمبينج ما كان قريبا من السكن أتان هاتين كابو بلاغير يكون قريب منك هذا سمى جار لك بابا سيمبلي لغا إلى سابع جار أو ثامن جار أو المهم الحارة كلهم يكونوا جار.
الجيران مع بعض. يلا تعال صلينا. الجوار انت نجم البطوله مهم في حياه الناس، لازم تسال عن جارك، تتعرف عليه، تشوف ظروفه. فاذا طبخت اكل ممكن انا اول زمان يرسل جاره ويعطيه من الاكل اللي هو ايش طبخ، خاصه اذا كانوا فقراء. جار خليك جنبه، رحنا الجيران دول عشان احنا حبينا نتعرف عليهم. انا عندي مطعم شغال في مطعم فلافل شاميه يا اخي، عندي تبوله ما حصلتش، وعندي مناقيش، مناقيش بالزعتر، مناقيش بالجبنه. تكرم عينك يا اخي، تكرم عينك. ابو بلبع ناسي رجع مصدع يدي نص يدي شعري وجعك. تكرم عينك، هلا انا بدي هذه الحبوب حق الايد. لا هذه حق الاجر، خذ هذه الحبوب حق ال ايدك الثانية، هذه انا اعطيتك حق الاجر، خذ هذه لل الايد. شو اجرك ماله؟ ايه هيئتي انا اعطيتك حبوب حق الاجر الشمال. ايه تكرم عينك، هلا بعطيك ايه خذ. لا انا اخي بعطيه علاجات هيدا. شو مالك؟ لا استاذ اقعد، هلا بغني عليه بيفيق. بدي اشوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تتركني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكره وعشيه. الله يفيد. دقيقه يا حبيبي، لا فيك ولا كلام فاضي. من وين قاعد تعطيه حبوب وتبلعه؟ ايش هذه العلاجات اللي تعطيها؟ ايش العلاجات هذه؟ هذه علاجات مجربه يا اخي، انا معاه شهاده في مناقيش وزعتر وكله. هلا يفيق. وتسلم علي بكره وعشيه. خليه شيخ يا شيخ، جيبه شيخ يا دكتور، اكشف عليه. الرجال جارنا هذا مسكين، مع ضغط ومع سكر. تعال كذا، هذا لازم تدقوا على الشرطه ولا تجيبوا الاسعاف ولا شيء. الرجال جاره تسمم شكله، خلينا نعيش وخلينا نسوي له نعاش. كله منك علاجات مجربة عندي يا خي. هيدا هذيك العلاجات المجربة هذا. السلام عليكم. في عندنا واحد هنا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي بعده يلا، واحد